جديد لهذه الحلقة من مصر بتبني، والتي نقدمها من داخل مصنع الشركة العربية للطاقة المتجددة التابع للهيئة العربية للتصنيع. تقول البيانات إن مصر وضعت خطة تسهم في مضاعفة إنتاجها من الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقات الجديدة والمتجددة من 20% حالياً إلى ما يربو على 42% في خلال عام 2035، نصفها تقريبا باستخدام الخلايا الشمسية، وذلك مقابل نحو 2% فقط حاليا. كذلك تؤكد الإحصاءات أن إنتاج الكهرباء باستخدام هذه الخلايا يشهد ارتفاعا متزايدا، كما حدث في الربع الأخير من عام 2021 والذي سجل زيادة بنحو 4% تقريبا. هذا بالإضافة إلى مزارع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والمقامة حاليا في بنبان بأسوان والزعفرانة في البحر الأحمر، فهناك خطط لاستغلال مساحات تصل إلى 4000 كيلومتر في محافظات سوهاج وأسيوط وبني سويف لإقامة مثل هذه المزارع. كذلك تؤكد الدراسات أن كل المباني في مصر تصلح لإقامة هذه المحطات، وهو ما يسهم في توفير نحو 50% من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر، وأيضا ما يؤكد أهمية إنتاج ألواح الطاقة الشمسية في مثل هذا المصنع.